مجلس النواب الأردني يوافق على تعديلات لمشروع قانون العقوبات، يلغي بموجبها عقوبة الحبس عن إصدار الشيكات بدون رصيد، وبالتالي يعود الشيك لوضعه الطبيعي أداة وفاء وليس أداة ائتمان وفقا للجنة القانونية البرلمانية. الأصل في الشيكات في كل دول العالم أنها أداة وفاء وليست أداة ائتمان. يعني أنا بدل ما أحمل معي مصاري أحيانا بتكون بمبالغ عالية، واحد بيشتري قطعة أرض أو بيشتري محل أو بيشتري، فبدل ما يحمل معه مليون أو 100,000 ويصير يعد فيهم، الأصل أنه يعطي الشيك، هذا الشيك يكون أداة وفاء، يعني بمعنى بقيمة المصاري أو بمثابة نقد، يروح على البنك يصرفه مباشرة. لكن مع الأسف تحول مع الزمن إلى أداة ائتمان وأصبح وسيلة للتهديد وقتل لحبس الساحب وليس للسداد. رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيوفر الوقت والجهد في المحاكم، فالآلاف ملاحقون على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد، وسيخفف الاكتظاظ في السجون، كما أنه يتماشى مع نصوص العهد الدولي التي تمنع الحبس على الديون المدنية. لكن خبراء لديهم مخاوف اقتصادية. هذه أثار تزيد من الانكماش الاقتصادي، ستؤدي إلى العودة إلى الوراء بموضوع الائتمان. أستطيع أن أقول هذه الخطوة ليست بالاتجاه الصحيح ولا تساعد حقيقة في خلق ثقة بين المستهلك والتاجر. القانون يطبق على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ التعديل، أي أنه أعطى مهلة كافية لإعادة تنظيم السوق والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات. يقول مؤيدو التعديل الأخير إن عقوبة الحبس المعمول بها حاليا لا تحقق الردع المطلوب ولا تعود بأي فائدة على الدائن، بل هي أداة لتراكم القضايا في المحاكم ووسيلة لإنفاق أموال كثيرة في التقاضي والحبس، فيما يؤكد معارضوه أن الخطوة سيكون لها تبعات كثيرة سلبية ومربكة. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.